أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي الثأر لشهداء حادث مسجد الروضة الإرهابي، وأشار إلى أن القوات الجوية طردت العناصر الإرهابية اللي نفذت الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بالعريش ودمرت عدد من العربات المنفذة للهجوم وقتلت من بداخلها في محيط منطقة الحادث. أوضح الرفاعي أنه في إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسؤولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بير العبد، قامت القوات الجوية باستهداف عدد من البؤر الإرهابية واللي بتحتوي على أسلحة وذخائر بتخص العناصر التكفيرية. أكد المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية بتواصل تمشيط البؤر الإرهابية والبحث عن باقي العناصر التكفيرية للقضاء عليهم، ونعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار وتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء، دعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. واصلت قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر التكفيرية المسؤولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء. وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء، قامت القوات الجوية باستهداف عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية قاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية، والتي تضم كميات من الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية والمواد المتفجرة الخاصة بهم. فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية فرض طوق أمني مكثف وتمشيط المنطقة في محيط الحدث بحثاً عن باقي العناصر الإرهابية للقضاء عليهم.